خلونا دلوقتي نروح مع بعض للأخبار اللي إن شاء الله هتحصل النهاردة. والنهاردة في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وكمان طلاب الثانوية العامة هيأدوا امتحان العربي كأول مادة مضافة للمجموع، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها مع بعض في السياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، بيعقبها جلسة مباحثات ثنائية ثم مؤتمر صحفي مشترك. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، وأكدت وزارة التربية والتعليم إن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أي أن 70% من الأسئلة هتكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة. النهاردة هيبدأ التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائي الخفيف، وهيستمر التقديم على الوظائف لحد يوم 13/7/2023، وده عن طريق التوجه لمقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس مجمع رمسيس كومبلكس بوابة 4، وتقديمها باليد اعتباراً من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 2:30 الظهر مع مراعاة الأجازات الرسمية. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك بعد صلاة المغرب.